تطبيق جرين روم هو منافس شرس قادم بقوة لتطبيق كلاب هاوس. التطبيق ده مش محتاج اي دعوات علشان تدخل عليه، الا انه مليان مميزات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. سواء انت كنت دخلت على تطبيق كلاب هاوس وعارف الدنيا فيه، او للاسف لسه ما دخلتش عليه واقف على دعوة او مستني دعوة، فخليني اقولك ان في تطبيق جديد اسمه جرين روم تم اطلاقه بالفعل، وهو منافس شرس حاليا ومش محتاج اي دعوات. عشان تعرف الفرق بين التطبيقين لو انت لسه ما دخلتش على تطبيق كلاب هاوس بعد اذن صديقي العزيز اللي سجل بالفعل ودخل، فخلينا نعمل جولة سريعة في التطبيق. انت اول ما بتدخل على التطبيق بعد ما بتختار اهتماماتك وتسجل دخول وكل الكلام ده، بيكون عندك فيه غرف محادثة. طبعا انت فوق هنا بيكون عندك فيه علامة البحث، ودي تقدر تعمل فيها بحث عن اشخاص او عن كلابس او اندية اللي هي بتستضيف الرومز او غرف المحادثة. في عندك جنبها علامة الانفايت او علامة البريد دي علشان تعمل انفيتيشن او تبعت دعوة لأي حد من صحابك. بيكون في جنبها علامة الكالندر او علامة التقويم، ودي بتدخل عليها علشان تعرف كل الغرف اللي تم جدولتها وتعرف مواعيدها، وبيكون في جنبها علامة الجرس دي علشان ينبهك ليها ويبعت لك اشعار لما تشتغل. بيكون في علامة الجرس دي او علامة النوتيفيكيشنز، ودي لو اي حد تبعك بتظهر لك هنا، لو اي حد انت متابعه عمل سكادجول او جدولة لأي غرفة او بدأ اي غرفة بيظهر لك هنا. واخر حاجة على اليمين بقى هي صورة البروفايل بتاعك، ودي اللي جواها البايو بتاعك، مثلا عدد الناس اللي انت بتتابعهم واللي بيتابعوك، وتحت خالص في الكلابس اللي انت مشترك فيها. الصفحة الرئيسية بقى بيكون فيها كل غرف المحادثة او الرومز اللي شغالة حاليا، اي واحدة بتعجبك بتدوس عليها كده فبتفتح معاك على طول. طبعا بيكون في علامة الهاند دي علشان تطلب اذن انك تدخل وتتكلم فيها، وبيكون في علامة البلس دي علشان زي ما تقول كده تعمل منشن لحد علشان يدخل ويشارك معاك فيها. وجنبها في ليف كوايتلي اللي هي اخرج بهدوء كده من غير ما تعمل اي شوشره، بحيث انك تخرج من الغرفه دي وتدخل على اي غرفه تانية. واخر حاجه في التطبيق ده هي ستارت اروم، ودي علشان تعمل غرفه محادثه تظهر للناس، اما انها تكون مفتوحه تظهر لاي حد زي ما كل الغرف دي ظاهره قدامك، او تكون سوشيال اللي هي تكون مع الناس اللي انت بتتابعهم، او تكون مقفوله او كلوزد اللي هي مع حد انت بتختاره او الناس انت بتختارهم، او تكون مع واحد من الكلابس اللي انت مشترك فيها. زي ما قلنا ان في كلابس بتعمل غرف، فانت تقدر تكون لو انت مشترك في اي من الكلابس دي تقدر انت كمان تعمل غرفه باسم الكلاب ده. وللاسف انا ما جربتش الحقيقه ان اعمل اي روم، وده باختصار يعني اللي بيحصل جوه تطبيق كلاب هاوس. الا انه تطبيق كلاب هاوس للاسف ناقصه شويه حاجات، من بينها مثلا ان هو مجتمع مقفول شويتين، ودي المفروض ميزه، لكن لو مفيش حد تعرفه دخل فوقتها للاسف هتكون عيب. ما علينا بقى، المهم نركز مع الجديد. وفي ظل انتشار اخبار الفتره الاخيره عن ان فيسبوك بيجرب المحادثات الصوتيه او غرف المحادثه الصوتيه زيه زي كلاب هاوس كده، زي ما كل حاجه بياخد منها حته، نتفاجئ بتطبيق سبوتيفاي الخاص بالاغاني واللي فيه منه نسخه ويب زيه زي ساوند كلاود كده، راح منزل تطبيق اسمه جرين روم. مبدئيا كده تطبيق جرين روم مش متاح للكل، اقصد من المتجر يعني، انا شخصيا حملته من بره المتجر، لاني لما بدخل على الموقع ومن الموقع بدوس على تحميل من المتجر ويحولني على صفحته على المتجر، بلاقيه بيقول لي غير متاح، مع اني لما دخلت لقيت في عرب ومصريين جوه، فانا مش عارف هل ناس وناس ولا على حسب دوله الاقامه ولا علشان لسه جديد فتدريجيا بينزل. المهم يعني انا بقول لك كده علشان لو دخلت على صفحته قال لك غير متاح وحملته من بره ولقيته بيتقل معاك فتعذره يعني. انت لما بتدخل على التطبيق اول حاجه بتقابلها تحت بعد ما بتسجل عليه يعني انك بتلاقي علامه الهوم، ودي علشان يظهر قدامك كل الغرف اللي موجوده فيه. جنبها في علامه البحث، ودي علشان تعمل بحث عن جروبس اللي هي هناك زي الكلابس كده، وعن بيبول اللي هي يعني اشخاص زي هناك بالظبط. بعدها في علامه التنبيه واللي هي زي ما قلنا بيجيب لك تنبيه بكل واي حاجه موجوده. واخيرا في علامه البروفايل بتاعك اللي فيها البايو وفيها انت بتتابع كم واحد وكم واحد بيتابعك وشويه تفاصيل ثانيه، واللي للاسف من عيوبها مفيش امكانيه الربط، واللي للاسف البايو صغير شويتين. واخيرا بقى علامه الكالندر او التقويم، ودي بتظهر معاك من الهوم على طول، ودي بتدوس عليها علشان يظهر لك كل الغرف اللي تم جدولتها، بحيث لو عايز مثلا تعمل شير لغرفه او تعمل تنبيه باي غرفه. المهم بقى ان الاختلافات اللي موجوده هنا عن هناك ان لو في اي غرفه عجبتك وانت عايز تدخل عليها مش بتدوس على الغرفه بشكل عام زي هناك، انت هنا بتدوس على جوين روم علشان تدخل على الغرفه. لما بتدخل بقى جوه الغرف نفسها طبعا بتدوس على علامه الهاند زي هناك بالظبط علشان تاخد اذن انك تدخل وتشارك في الحوار اللي بيدور يعني. بعد كده بيكون عندك اول ما بتدخل بتدخل اصلا ان ميوت، او هم عملوا لي ان ميوت اول ما دخلت، ما علينا يعني. بيكون في عندك جنبها ليف ستيج، وفي زرار مش ظاهر كده اللي هو زرار الشير علشان تعمل شير او مشاركه للغرفه اللي انت موجود فيها، وبيكون في عندك فوق علامه الليف علشان تخرج من الغرفه كلها. وطبعا انت لو عملت ليف بياخد وقت كده عقبال ما يخرجك، او هو تقيل معايا انا شخصيا مش عارف يعني السبب، المهم ان هو اوقات ممكن يكون تقيل معاك زي ما قلنا. ندخل بقى على المميزات اللي موجوده في التطبيق ده.
اول ميزه واهم ميزه انك مش محتاج دعوه، انت مجرد ما بتسجل عليه او لو انت مسجل على سبوتيفاي تقدر تدخل من حسابك على سبوتيفاي على التطبيق ده بدون اي مشكله، وفي الحالتين هو مجاني. يعني في ناس كتيره جدا موجوده على التطبيق رغم ان التطبيق تقريبا لسه نازل من كام يوم زي ما قلنا، الا انك يعني مش هتحس انك لوحدك فيه خالص، ده غير انه في رومز مصريه وعربيه والرومز فيه منوعه لكن المصريه قليله شويه. في حاجه موجوده فيه لما بتدوس على البروفايل بتاعك اسمها الجيمز، والجيمز دي حاجه كده زي اللايك او التقدير يعني، وفي ناس معاها بالالفات لكن ما لقيتش اي حاجه عن استبدالها بفلوس ولا حاجه. المهم انك يعني حسب ما مكتوب عندهم انك لما بتدوس على صوره اي حد مرتين فانت كده بتدي له جيمز واحده او يعني لايك واحده او علامه تقدير واحده، بس ما اشتغلتش معايا مش عارف ليه، ولا يمكن علشان محمله من مصدر خارجي مثلا، ما علينا يعني مش دي الحاجه اللي توقفنا عن استخدام التطبيق. فكره انك تقدر تسجل الروم او الغرفه لو انت اللي عاملها، ودي حاجه مش موجوده في كلاب هاوس. انت ببساطه لما بتيجي تعمل ستارت روم بيطلب منك انك تكتب اسم الغرفه، بيطلب منك لو يعني هي تبع شو معين او بودكاست معين او حاجه معينه زي الجروبس كده مثلا فانت بتكتبها، لو مفيش حاجه بتسيبها فاضيه مفيش مشكله. عندك في حاجه لازم تعملها وهي انك تختار الجروب، ففي مثلا جروب اسمه ويلكم انت بتدوس عليها بيختار لك الجروبس او بيظهر لك الجروبس اللي انت اشتركت فيها اصلا لما دخلت من البدايه، فبيكون في اكتر من جروب الا انه اغلبهم بيدخل على الجروب الجنرال او الجروب البابليك او الجروب المشهور اكتر وهي جروب الويلكم. واخر حاجه بقى جيت روم ريكوردنج، انت لما بتدوس عليها بيطلب منك انك تكتب ايميل هيبعت لك عليه لينك او نسخه من الغرفه بعد ما بتنتهي. طبعا هو بيسجل عموما الا انه لما تكتب اللينك بتاعك هنا او الايميل بتاعك هنا بيبعت لك نسخه من الغرفه لما يتم تسجيلها. ومن المميزات برضو في حته التسجيل دي انك لو دخلت على روم وبعدين رفعت ايدك علشان تاخد فرصه للمشاركه وقالوا لك ماشي ادخل او يعني سمحوا لك انك تاخد فرصه للمشاركه في الروم دي، فقبل ما بتاخد فرصه وتفتح المايك وتتكلم بيظهر لك كده انك لازم تدوس موافق على انه بيتم تسجيل الغرفه دي، فكل اللي انت هتقوله متسجل، فتحيه للبرايفسي يعني. واخيرا بقى الربح، ودي ميزه متاحه للناس النشيطه على جرين روم تقدر تستمتع بيها من خلال انشاء غرف محادثه بحيث ان يكون عندك تفاعل كتير وناس متابعين لك بيدخلوا على كل الغرف اللي انت بتعملها، حاجه يعني شبه اليوتيوب كده. وبمناسبه اليوتيوب يعني ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وهتلاقي فيه على الجنب ده في زرار اشتراك وجنبه جرس، ما تنساش تدوس عليهم برضو علشان تتابع الجديد اول باول لو مش هيضايقك يعني، ومش هتاخد منك كام ثانيه، اظن سهله. اتفقنا؟ اتفقنا. لكن للاسف بخصوص الربح ده فالحلو ما يكملش، ان ميزه تحقيق الربح الى الان متاحه بس في الولايات المتحده، لكن يمكن علشان لسه جديد وهتخرج في اي وقت. واخيرا بقى نقدر نقول ان هو منافس قوي فعلا لتطبيق كلاب هاوس، لانه اخذ مميزات كلاب هاوس وضاف عليها تعديلات وتحسينات لاي حاجه سلبيه ممكن تكون موجوده فيه. طبعا هو ما فيش اي تطبيق بيخلو من العيوب الا انها ممكن تتصلح مع الوقت وممكن كلاب هاوس نفسه يضيفها، فبالتالي فكره المنافسه دي بتحسن من تجربه المستخدم. ومن رايي الشخصي فهو هيكون منافس قوي فعلا لان الاثنين منصات صوتيه، فبالتالي هما الاثنين تركيزهم واضح، وده على عكس الفيسبوك اللي كل ما يلاقي فيه ميزه ظهرت يرشق فيها ويحاول يضيفها عنده ولما ما تنجحش يشيلها تاني، ده لو ما عرفش يشتريها من صاحبها يعني، زي ما عمل قبل كده في الفيسبوك رومز اللي كان المفروض تنافس زوم لكن لما ما اشتغلتش كويس شالها تاني. واخر اخيرا بقى لو انت عايز تحمل التطبيق ده وتدخل عليه فانت تقدر تدخل من الرابط اللي هيكون موجود في الديسكربشن بوكس تحت، لكن لو قالك ان التطبيق غير متاح او غير متوافر فيا اما هتستنى يا اما هتحمله من مصدر خارجي زي ما انا عملت. ودي كانت نهايه الفيديو، شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.